مرحبا بكم في حلقة جديدة. في هذه الحلقة سوف نرى صناعة الدواء كالديكس. كال من كلمة كالسيوم، ثلاث أحرف الأولى من كلمة كالسيوم، والدكس ثلاث أحرف الأولى من كلمة ديكستروس. كالديكس، ما هو كالديكس؟ إذن هو عبارة عن كالسيوم ديكستروس تشيليت، والذي هو عبارة عن كالسيوم مخلبي على سكر ديكستروس لدعم ووقاية وعلاج الأغنياء من نقص الكالسيوم. إذن نسبة الكالسيوم، عفوا نسبة الديكستروز، هذا هو الديكستروز. الديكستروز هو الديكلوكوز، الاسم الثاني للديكلوكوز هو الديكستروز. الديكستروز هي 6H8O6. إذن نسبة الديكستروز على الكالسيوم كلورايد هي 2 مول على 1 مول، ومن الأفضل تكون 4 مول على 1 مول، ومن الأفضل تكون يعني تقدر حتى تكون 32 مول على 1 مول أو أكثر من ذلك. كل ما يكون التشيليتر في هذا الحالة هو الديكستروز يكون أكبر من التشيليتد، من المادة التي تم مخلبتها، يكون ذلك أفضل. إذن عندي سوف أخذ نسبة الديكستروز على الكالسيوم كلورايد هي 2 مول على 1 مول. 2 مول ديكستروز هي 360.3 غرام، و 1 مول كالسيوم كلورايد هي 110.190 غرام. إذن النسبة هي 3.24. إذن يجب أن يكون الديكستروز، سوف أقوم بعمل نسبة الديكستروز هي 3.24 ضعف الكالسيوم كلورايد. إذن سوف أنطلق من 10 غرامات كالسيوم كربونيت حتى أصنع الكالسيوم كلورايد. إذن هذا هو الكالسيوم كربونيت على شكل مسحوق أبيض، نشتريه من عند بائعي المواد الأغذية الأنعام الرحاع، من عند المطحنة الأغذية الأنعام والدواجن. إذن 10 غرامات كالسيوم كربونيت، 10 غرام كالسيوم كربونيت زائد 7.28 غرام هيدروجين كلورايد، هذا هو الهيدروجين كلورايد الذي لدي بدون ملون، يعني محلول شفاف، تركيزه 33.08%. إذن الكالسيوم كلورايد فيعطيني كالسيوم كلورايد 11.08 غرام زائد 4.39 غرام كربون ديوكسيد ينطلق على شكل غاز، ينطلق على شكل رغوة، على شكل فقاعات يعني، زائد 1.8 غرام ماء. إذن فكمية الديكستروز، كمية الديكستروز هي 3.24 ضرب 11.08، أجدها 35.97 غرام، تقريبا 36 غرام. إذن هذا هو الديكستروز الذي لدي بتركيز 30%. أفرغت هذا القارورة، اشتريتها من عند الصيدلي، ديكستروز 30%، ديكلوكوز يقصد بها هنا ديكستروز. الآن إذن محلول الهيدروجين كلورايد الذي لدي هو 33.08%، إذن كل 100 مللتر يقابلها 33.08 غرام، وأضع تحت 33.08 غرام 7.28 غرام يقابلها المجهول X، X يساوي 7.28 ضرب 100 تقسيم 33.08، أجد X يساوي 22.02 مللتر. إذن سوف أخذ 22.02 مللتر من الهيدروجين كلورايد هذا وأفعله مع 10 غرامات كالسيوم كربونيت. الآن يجب أن أزين 10 غرام كالسيوم كربونيت. إذن هذه 10 غرام كالسيوم كربونيت، ويسمى أيضا فحمة الكالسيوم أو كربونيت الكالسيوم باللغة العربية، نضعها في هذا الإناء. الآن سوف أسحب 22 تقريبا 23 مللتر من هذا المحلول باستخدام هذا الفنجان المدرج. إذن هذه 23 مللتر، يجب 23 مللتر من هيدروجين كلورايد 33.08%، نضيفها بالتدريج لأنه سوف ينطلق CO2 على شكل رغوة. حتى لا يتدفق لي المحلول خارجا وأخسر بعض من المتفاعلات وبعض من النواتج. أنا عمدا اخترت الإناء كبير، يعني التفاعل يأخذ بعض الوقت، ليس كثيرا يعني.
عدة دقائق فقط. نضيف القليل من الماء، حوالي 50 إلى 100 مللتر من الماء. تقريبا سوف ينتهي التفاعل. إذا ذاب كل هذاك تفاعل كل هذاك الكالسيوم كربونيت مع الهيدروجين كلورايد. الآن نضيف 36 غرام من محلول الدكستروز، نحسبها كالتالي. إذن أنا محلول الدكستروز الذي لدي هو 30% وزن على حجم، يعني كل 100 ملليلتر فيها 30 غرام دكستروز. أضع تحت 30 غرام 36 غرام التي أحتاجها، يقابلها المجهول واي. واي يساوي 36 ضرب 100 تقسيم 30، أجد 120 ملليلتر. إذن سوف أخذ باستخدام هذا الكأس المدرج 120 ملليلتر وأضعها هنا. إذن هذه 40 ملليلتر الأولى. هذه 40 مللتر الثانية. هذه 40 مللتر الثالثة. جمعا يكون 120 مللتر تركيز 30%، 36 غرام ديكستروز. إذا هذا هو المنتج كالديكس، محلول شفاف، والذي هو عبارة عن كالسيوم ديكستروز تيليت. صنعناه من أجل أن نستعمله لدعم ووقاية وعلاج الأغنام من نقص الكالسيوم. إلى اللقاء. كان هذا فيما يخص تصنيع المنتج كالديكس.